أمين أمين، أغنية جديدة من تامر نفار، نعرف تفاصيلها بلقائنا معه بلقاء فن فنانين. أمين هذا موسيقى اشتريتها قبل الكوفيد من بيت ستارز، وبعدين فتحناها أنا ويعقوب الأطرش، ويعقوب قلبها قلب، ورحنا على إشي هيك اللي هو لذيذ للصيف، الناس تنبسط فيه فيها وتكون إيجابية. حلو. ويرقص شوي. موضوعها إيش؟ حب. حب. قبل ما نبقى كيف ما إحنا دائما هيك حلوين. إن شاء الله دائما نكون أغاني حب. يثمر على إنه الواحد يثمر، يكبر بالحب، يكبر بالحياة والشراكة، يكبر بحياته، يثمر دولار ويغنى وينبسط. صورت لك كليب كمان، رح نشوف كليب. لا لا، رحنا على كليب جدا جدا بسيط تبع ليريكس لذيذ جدا مع جورج الخير اللي عنده كمان أعمال كتير جميلة بتشوفوها مع فنانين تانيين، فرحنا على ليريكس. نحكي كمان على حفلة رح تقام يوم الجمعة بالناصري بسينماتيك الناصري. أول إشي اللي اليوم سمعنا بيقدر يتفضل اليوم على الروابي، اليوم عرض الروابي. يوم الجمعة مع المدرشة في عرض، مش عرض، هو أكتر حوار. يوم سينمائي حوار سينمائي، وطبعا راح ندلع الجمهور بقى كم من أغنية، فهو أكتر ترويج لتشجيع العرب إنهم يفوتوا مجال السينما. على ذكر السينما، شو مع الأفلام اللي ممكن نشوفك فيها قريبا، ولا فيش مشاريع سينمائية تامر؟ في بمرحلة الكتابة أكتر أكثر أكثر هلا، مسرح وراب، بس إنه بمرحلة الكتابة. وحفلات كمان في البلاد في عندك قريبة نعلن عنها؟ عندي اليوم بالروابي مثل ما قلت، أول شيء تقدر تتابع الإنستغرام والتيك توك كله بنعلن عنه هناك. أعتقد الأسبوع الجاي القدس. كمان إذا حد سمعنا من ألمانيا، راجعين على ألمانيا كمان نكمل جولة العروض الأوروبية، وبشوي لسه خلصنا العرض التاريخي بالنسبة لي، عرض 100 اللي كان مع أجمد الفنانين بالبلاد. كيف كان العرض؟ كان إشي مش من كوكب آخر. غنيت أغاني قديمة ولا كله جديد؟ أول شيء الأغنية الفلسطينية الوحيدة اللي كانت هناك هي أغنيتي، بما أنه هي بلشت مشت الراب بالعالم. مين زيك بعرفني إيش هذي؟ صح مزبوط. بعدين لا، أنا بفكر أول أغنية مش لإلي غنيتها بعد 2000 بابا هنا. بابا هنا. فكر من هناك، من هناك طلعنا لمحمد رمضان ولا الشغلات هاي. كيف كان التعاون مع الباقي الفنانين؟ تعرف كل واحد عنده ايجو، كل واحد عنده اسم. بيخذوا كلهم. لا حبايبي، كلهم حبايبي، من اصاله لاياد لهيثم لغزال لمحمود لفيوليت. مع مين تصاحبت اكثر شيء؟ بقدرش اقول مع كلهم، مع محمود هذا صغير، هذا مش علي. محمود كيال. بس بقدرش اقول انه مع اكثر شيء اصاله كمان كانت، بس انه الكل بعرفه بشكل شخصي من قبل، هو هذا الصغير اول مره بقابله وبنبهر فيه يعني. هو غزل، تعرفت عليه من جديد يعني. حلو. تفاجأت من كميه الناس اللي كانت، من الاقبال الجماهيري للحفله، ولا كنتم متوقعين؟ لا لا لا، كان انا شفت يعني، انا وصل لي تلفون من صاحبه الفكره رولا. رولا مصطفى. وشفت كمية الجمهور والسولد اوت لما رمت لي الفكرة بعيونها، شفتها. كانوا اول ما بلشت تحكي عن الموضوع شفت السولد اوت يعني. حلو. والسؤال، راح يكون في عرض جديد لعرض 100؟ هلا بصفحتهم شفت وعملوا لي منشن انه عم بيسألوا الجمهور حابين كمان عرض. برأيي راح يكون، وبرأيي لازم يكون، عملنا التيكت انتهت، التذاكر انتهت، وكان كتير ناس لسه بدها كمان. في كان اقبال كبير. شكرا تامر نفار، وانبسطنا بالحديث معك. بالنجاح. شكرا. شكرا، الى اللقاء.